السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا متابعينا، حياكم الله وينما كنتم في هذا البث الجديد من هذا البرنامج من الحرم الذي يأتيكم يوميا على الهواء مباشرة مشاهدينا الكرام عبر قناة الإخبارية لينقل لنا روحانية في هذا الشهر لعمار وزوار قدموا من أجل العمرة والزيارة وصد منظومة أمنية وخدمية بكافة القطاعات. يشرف على ذلك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وسمو وزير الداخلية ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة والقائم بأعمال الأمن العام وكل المسؤولين في هذه البلاد. مشاهدينا الكرام، يعني حتى المتطوعين يظلون يعملون بشكل رائع، الكل هنا يبتسم من أجل هذا القادم. 39 درجة مئوية مشاهدينا الكرام هي درجة الحرارة في هذه الأثناء في وسط الحرم المكي، يعني خلنا نقول يعني على أقل مشاهدات ما شفناه وشاهدناه ورأيناه خلال يعني تنقلنا ووصولنا إلى الحرم، تزايد من متوسط إلى بداية ملامسة العالي بالنسبة للناس. يمكن الإجازة وأول ويكند بعد الإجازة إجازة المعلمين والمعلمات وبعض موظفي الدولة ربما لها تأثير كبير على هذا الموضوع. بنروح لخارطة الطريق مشاهدينا الكرام، وذكر قبل خارطة الطريق بأن هاشتاقنا هو من الحرم 11، من الحرم 11 لمن أراد مشاركتنا في تويتر. بنروح نشوف فقرة الطريق إلى الحرم مع المقدم ممدوح السيف من القيادة والسيطرة. ناصر، معكم المقدم ممدوح السيف من مركز القيادة والسيطرة لأمن العمرة. يسرني أن أقدم لمشاهدي قناة الإخبارية تقرير موجز عن حركة المرور وحركة المشاة في العاصمة المقدسة لهذا اليوم 11 من رمضان، حيث خصص صحن الطواف للمعتمرين حسب التوجيه الكريم. كما شاهد المسجد الحرام كثافات من متوسطة إلى مرتفعة، كما شاهدت الساحات الخارجية الساحة الشرقية والساحة الجنوبية والساحة الغربية كثافات متوسطة والحركة منتظمة. أما نقاط الفرز خارج مكة، طريق جدة مكة الشميسي وطريق المدينة مكة التنعيم الكثافات متوسطة. أما طريق الطائف مكة الهدى والسيل فالكثافات خفيفة. أما الطرق التي تصب في المنطقة المركزية طريق إبراهيم الخليل وطريق الملك عبد العزيز وطريق جياد المصافي فالكثافات متوسطة وترتفع هذه الكثافات في أوقات الذروة. كما نهيب بزوار بيت الله الحرام باستخدام وسائل النقل العام من وإلى الحرم وذلك للحفاظ على سلامتهم، كما ننصح من لديه ملاحظة بالاتصال على رقم 911. هذا ما لدينا لفقرة الطريق للحرم. شكرا أخوي ناصر. Mm-hmm.
يا هلا وسهلا من جديد، شكرا لكل من عمل في مركز القيادة والسيطرة، شكرا لهذه الفقرة اللي بتكون مهمة جدا، ندعو لمتابعتها. سعادة العميد سعد بن عبد العزيز الزهراني قائد نقاط النقل في العاصمة المقدسة، وإذا تحدثنا عن النقل نتحدث عن النقل الجماعي، النقل الترددي، كل ما له علاقة بنقل العمار والزوار ومن وإلى المسجد الحرام. الله يحييك سعادة العميد. الله يسلمك فيك إن شاء الله. كل عام وانتم بخير، يعطيكم العافية، جهود موفقة ومسددة إن شاء الله. يا رب الله يعطيكم العافية، والحقيقة تشرفنا ونشكركم على هذا اللقاء معك أخي تركي في برنامج من الحرم، برنامج الحقيقة هو أنا أعتبره من أهم البرامج لسبب واحد، أنه يكون يعني توعوي أكثر منه، يعني في التوعية للجمهور وللعامة. الله يعطيكم العافية، وحنا أيضا جينا هنا عشان نسلط الضوء على الخدمات التي تقدمها الجهات الأمنية للمصلين والمعتمرين، وأسأل الله أن ينفع بهذه الجهود. آمين. وأن يكلها بالنجاح. آمين. يعني أنت قلت لي تركي، ترى أنا ناصر، لكن مين مشكلة عادي. أبو تركي. يطول عمرك. اللي أبغى أقوله طال عمرك اليوم، إذا تحدثنا عن النقل الترددي فنحن نتحدث عن حجر الزاوية. أي. وصول الناس إلى مناطق الفرز وإلى محل الباصات ووصولهم إلى الحرم، أدائهم العمرة، أدائهم الصلوات، عودتهم. أولاً كيف تقيس التجربة إذا قسناها بعمر السنين؟ اثنين، كيف وجدت تجربة النقل الترددي على مستوى المحاور داخل العاصمة المقدسة؟ احكي لي واحكي للناس ما هي الإيجابيات على الأقل اللي ظهرت فيها من خلال هذا النقل. يعطيك العافية. النقل الترددي ما في شك أثبت خلال السنوات الماضية أنه فكرة سديدة وناجحة بكل المقاييس. فكونك تحدد مسار معين للحافلات من نقطة ألف إلى نقطة بي، ثم العودة مرة أخرى إلى نقطة ألف، مرورا بجميع الأحياء السكنية. ممتاز. وأحيانا الفنادق والشقق السكنية، هذا أعطى تميز من ناحية سهولة عودة المركبات والحافلات. صار في تناغم سعادة العميد بين الإسكانات والنقل؟ صار في تناغم يعني جدا. وزعتوا العملية الآن؟ جداً. أول صارت الموضوع كان أي باص اركب وامش. جدا. لا اليوم هل حصل تنظيم جديد؟ صحيح صحيح. الآن عندك المحطات، هي خمس محطات نقل في العاصمة المقدسة، خمس محطات. نعم. اللي هو الأكبرها ساحة محطة ساحة باب علي. المحطة هذه السنة هذه تم تجهيزها وحتى رذاذ الماء والأجهزة، المراوح البخارية، المظلات، تم تهيئتها تماما. كل الهدف أنه طاقتها الاستيعابية في ازدياد سنة عن سنة، ما هي بس هذه المحطة، جميع المحطات. لكن تتكلم عن وحدة نموذجية يعني. نموذجية تعتبر. أي. نموذجية. أيضا عندك محطة ريع بخشة قريبة منا هنا، بيننا وبينها 300 متر فقط. جوار الحرم. إذا قلنا خمس محطات تتوزع في كل الاتجاهات، تتوزع على عدها لي وأسماءها. نعم. المحطات. المحطة ساحة باب علي هذه إيش تخدم طال؟ هذه تخدم طال عمرك القادمين من الشرايع. أي. والجمرات. والعزيزية. ممتاز. والروضة. ممتاز. الششة. أي. هذه هي أيضا محبس الجن، منطقة محبس الجن، بالمظلات أنت قابل مجموعة فنادق ضخمة وكبيرة هناك وتستوعب أعداد هائلة. إلا. نعم. عندك طال عمرك محطة ريع بخش. ريع بخش هذه من تخدم؟ وهي مخصصة للفنادق والفنادق ساكنين الفنادق. نعم صحيح. ممتاز. فيها طال عمرك محطتين، تعتبر محطة ألف ومحطة باء. نعم. الآن هي على امتداد 120 متر على الشارع وقريبة من الحرم، مجهزة. هذه اللي يأتون من اللي ساكنين داخل العاصمة المقدسة وبيجون كسكان وليس جايين على اللي هو خلينا نقول نقاط الفرز الخارجية. أي صحيح صحيح. ممتاز. صحيح. تخدم الداخل. صحيح، تخدم الداخل، الفنادق والشقق السكنية وأيضا مخصص لها باصات أو حافلات معينة. كم سعادة العميد يعني إذا قلنا النقل الترددي مع هذا الاهتمام الكبير اللي تم، كم إذا قلنا يخدم يوميا؟ يوميا أكثر من نصف مليون. محطة يعني كم ينقل مثلا؟ ينقل نص مليون، أكثر من نص مليون في الأيام هذه. أنا أتكلم على الأيام هذه، العشر الأواخر لها وضع آخر. نعم. العشر الأواخر أتوقع يرتفع العد هذا إلى أكثر من مليون. محطة باب علي تنقل لها 50,000 فقط في التراويح، في صلاة التراويح. 50,000؟ أكثر من 50,000. 50,000. إذا كان يعني عندك 200 باص. هل نتوقع إذا تكلمنا عن كل نقاط الفرز، هل نتحدث عن
يعني نصف مليون تقريبا اذا قلنا 500,000 يوميا نقل من الى الحرم. هي محطات نقل طال عمرك، محطات نقل، محطات النقل هذه في الاونه الحاليه يوميا تنقل اكثر من نصف مليون. انا قياسا على اعداد الباصات، على اعداد الباصات اللي تنقل العالم. جيد. قبل قليل مره من جوارنا قائد قوات امن العمره معالي الفريق اول خالد بن قرار الحربي، وهي ليست المره الاولى التي يشاهد هذا الرجل في هذا المكان، هو دائما يقوم باعمال يعني دائما وابدا الى الميدان، يتابع يدخل الى الساحات، وهو يعني عمل نقدره ونتوقع من كل مسؤول في هذه البلاد. عميد سعد بن عبد العزيز الزهراني، انت قائد النقاط النقل. احنا اليوم لما نقول قائد نقاط النقل نتحدث عن الجانب التنظيمي، نتحدث عن الجانب الامني، نتحدث عن كل الجوانب اللي يخدم فيها انت وزملائك، فالله يبارك جهودكم يا رب. لك كلمه اخيره قبل ما اختم معك. صحيح، انا اتكلم عن محطات النقل باعتبارها ضمن المنظومة الأمنية الشاملة الخدمية. صحيح. التي ومهمة والله، التي تعنى بسلامة المصلين والمعتمرين، وأيضا إيصالهم إلى مواقعهم وإلى مساكنهم وإلى الأحياء التي يقطنونها وإلى مواقف السيارات بكل أمن وسلامة. كل اللي نحتاجه احنا تعاون، التعاون بالضبط. هذول الناس قدامك عبد سعد، احنا على الهواء مباشرة. الله يعطيك العافية. ويستمعون لك. أنا أقول التعاون من الجميع. أحيانا عندما يخرج المصلين والمعتمرين من الحرم بعد صلاة التراويح خصوصا، يكون في اندفاع وفي سرعة، ومن اللي يركب الباص ومن اللي يركب الحافلة أول، وهذا يسبب نوع من الازدحام. احنا سيطرنا على الوضع هذا. نعم. ولكن احنا نحتاج إلى تعاون فقط، لا أقل ولا أكثر. جميع الخدمات موفرة الحمد لله، والحمد لله. وفي عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ولي عهده، ووزير الداخلية ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام، ومدير شرطة المنطقة معنا دائما في نفس المحطات، وأيضا مدير شرطة العاصمة هو الموجه وهو الواجب. الجميع كلهم يتكاتفون. شكرا لك سعادة العميد، لك ولزملائك. بنروح نشوف هذه اللقطات ونشوف تغريداتكم مشاهدي الكرام، ولنا عودة بإذن الله لإكمال هذا البرنامج. تذكروا بأنكم تتابعون برنامج من الحرم.
الخدمات في الحرم المكي وفي المشاعر المقدسة لا تقتصر فقط على الجوانب الأمنية، هنالك جوانب وخدمات كبيرة وكثيرة، منها خدمة المعتكفين. مدير إدارة أو وحدة خدمات المعتكفين بالمسجد الحرام الأستاذ عصام مرشد الصغير هو ضيفي في هذه اللحظات. الله يحييك، كيف الحال؟ يا ريتك ترفع صوتك عشان أسمعك أنا كويس. بدأ المعتكفين؟ نعم، بدأ استقبال المعتكفين من 15 من متى؟ من 15 شعبان. وفعليا متى يبدأون؟ والتسجيل طبعا يكون عن طريق الموقع الإلكتروني، وقت التسجيل من 15 شعبان إلى 15 رمضان. نعم. وأيضا هناك في أمام باب 119 في ساحة الحرم، اللي هو باب أمام باب 119 جهة توسعة الملك عبد الله. نعم، هناك تذكروا هذا الباب 119 لمن أراد الاعتكاف. تفضل. في كابينة خاصة لاستقبال المعتكفين وتوجيههم وإرشادهم وتعريفهم بالدخول على الموقع الإلكتروني. إيش تقدموا له؟ هناك خدمات أساسية. من الخدمات الأساسية حسب توجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبد الرحمن السديسي يحفظه الله، متابعة مستمرة من مدير الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية. ماذا تقدمون داخل شيخ صالح على راسي؟ كل هذول أكيد لابد من المتابعة، أنا معك 100%، لكن ماذا يقدم للناس للمعتكف؟ اللي يقدم للناس أولا الموقع، موقع تهيئة الموقع في توسعة الملك فهد في بدرون. موقع خاص بالمعتكفين. موقع خاص بالمعتكفين طبعا، يكون لهم مكان للنوم، يكون لهم مكان للأكل، يكون لهم مكان للشرب ولا لا؟ نعم، مكان للنوم وأكل وشرب، لأنه الاعتكاف هو يعني ليتك تعرف الاعتكاف، بعض الناس يبغى يعرف يعني إيش الاعتكاف. الاعتكاف الانقطاع يعني في بيت الله الحرام. أيه؟ ينقطع الإنسان في بيت الله ينقطع الحرام ينقطع في فترة الله. معينة. نعم. بقدر معين من الأيام وفقط الأواخر. نعم، ويصلي ويأكل ويشرب في نفس المكان. نعم. فقط يقرأ القرآن نعم. جميلة هذه الإدارة، من يخدم عليها؟ كم عدد الناس اللي خدمتوه؟ كم يتوقع السنة هذه تستقبلون معتكف؟ إلى الآن الموقع الإلكتروني استقبلنا أكثر من 10,000 معتكف. 10,000 معتكف تم تسجيلهم الآن في الموقع الإلكتروني. نعم. اللي بيستفيدون من الاعتكاف هذه السنة في المسجد الحرام. نعم. 10,000. اللي تقدم طيب. لهم الخدمات كاملة في هذه السنة. العام أكثر كم؟ أكثر من 1500 معتكف. العام كم الله يسلمك؟ العام كان استقبلوا إلى 5,000 معتكف. اللي فعليا. نعم فعليا. كلمة أخيرة طال عمرك قبل ما أودعك، الله يعطيكم الصحة والعافية، وبالعكس جهد جبار ورائع. الله يعافيك. هذه الكاميرا أمامك والجمهور أمامك، واللي حاب يعتكف أو هذا وحاب يسمع منك نصيحة تفضل. نعم. وجهها للناس. بالنسبة للاعتكاف طبعا من 15 شعبان إلى 15 رمضان، 15 رمضان سوف تغلق الموقع الإلكتروني. هناك في خدمة للمعتكفين أمام باب 119 من الخارج في ساحة الحرم. هذا يعني ما أود أن أقوله، وصلى الله وسلم على نبينا. آمين. أستاذ عصام المسجد الصغير، وأنت صغير مدير وحدة خدمات الاعتكاف في المسجد الحرام، كنت سعيد جدا. أنتم المسجد الحرام السنة دي أخذت منكم كل القطاعات، راح نستمر معكم. الله يبارك في الجهود يا رب. جزاك الله خير. شكرا جزيلا مشاهدينا على لقطات خفيفة، ونرجع نستقبل ونسمع أصوات الناس، يعني دعائهم أمنياتهم كل ذلك وأكثر في فقرتنا بعد قليل بإذن الله. يعطيك العافية. جديد متابعينا مشاهدينا مع هذه الوجوه الطيبة المبتسمة الطاهرة التي جاءت من كل مكان من أجل هذه الزيارة وهذه العمرة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. الله يحييك إن شاء الله. تفضل. الكاميرا أمامك. رحب. حاب ترحب بمين؟ ما شاء الله تبارك الله. والله حاب تسلم على مين؟ أجواء ما شاء الله تبارك الله، يعني في رمضان ورجال الأمن قائمين وما شاء الله، يعني ورئاسة الحرمين أيضا قائمة بكل كل جهد ما شاء الله تبارك الله. نشكرهم ونشكر ولاة هذه البلاد يعني على ما يقدمونه. ما تعرفت عليك أنت من وين؟
والعبد رؤوف الطاهر من الجزائر. اهلا وسهلا. جلفة من مسعد. يا مرحبا. جزاك الله خير. يا مرحبا يا مرحبا. بس يا اخي بتلاحظ انك اطول. ما شاء الله تبارك الله، الله يحفظك ان شاء الله. ان شاء الله يبارك لك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. عرفني نفسك لو سمحت، تفضل. انا بركة احمد من المغرب. اهلا وسهلا. والله العظيم لما نشكر الناس، جميع الناس المسؤولين المشرفين على الحرم والناس. والله ما يبحثون عن الشكر. هم يبحثون عن راحتكم. ما انت حاب تسلم عليه الان؟ والله نحب نسلم على العائله، على الوالد وعلى الوالده والزوجه والابناء والعائله والاصدقاء كاملين. الف تحيه من الحرم المكي. السلام عليكم. شفاء للملك محمد السادس. هذا ترجع لي المايك. شكرا. الله يشفي يا رب. الشعب هذا على هذا المناظره اللي ديال الجنود ديال الخفاء اللي كاين هنايا، اللي قايمين بهذا الجهد العظيم، جهد عظيم كبير، وشعب كبير هنايا، كنا أمة كبيرة. الحمد لله. الله يبارك لك. الله يوفق. شكرا. الله يوفق الجميع. آمين. وإن شاء الله يقبل منه ومنك طيب العمل والعبادة. شكرا. تفضل. أهلا وسهلا. عليكم السلام. أهلا وسهلا. هلا. ناصر التعلامي ناجح. حبيبي شكرا. تسلم. أبو بكر من العراق. أهلا. الله يبارك. التقينا سابقا إن شاء الله. العام وأول العام. الله يبارك. وبرنامج ناجح. والله يعني. تفضل يا سيدي. اسلم على الاهل. تفضل. الكاميرا امامك. انت من وين في العراق؟ انا من كركوك. الله اكبر. مش خليت اهل العراق. والله نحبكم مثل ما نحب كل البلدان العربيه والاسلاميه. قول يا عمي وبارك لاهلنا في العراق وسلمنا عليهم. الله يبارك. والله اسلم على الاهل والوالده والزوجه والاولاد، واسلم على ابني الصغير مريض. زين. الله يبارك فيك. ودعواتكم انتم وسلامي للملك والكل. الله يسلمك بكل مكروه. السلام عليكم. السلام. اهلا وسهلا. تفضلي. اسمك ومن وين ومن حابه تسلمي عليه؟ من المغرب. سميتي عائشه من المغرب. نعم. كنسلم على خليل ووليداته والوالده. ايوه طالعي فيهم. ايه كنسلم على سيو خليل ووليداته والوالده، وكنسلم على ولدي رضا من المغرب، وكنسلم على العائله كلها، وكنسلم على الحباب كلهم. والله ينصرنا سيدنا. مبسوطه. مبسوطه والخيرات بدات. الخيرات الحمد لله. استقبلونا مزيان وبخير على خير. عاش الملك. الله يرجعك لبلدك سالمه غانمه محمله ان شاء الله برحمه رب العالمين وهي اوسع منا. انا الحمد لله بدات الخيرات. الحمد لله الجنه رحنا فيها. الحمد لله. الحمد لله. الله ينصر سيدنا. الله ينصر ملكنا محمد السادس. الله يكتبها لنا ولك الجنه يا رب. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. عرفني بنفسك وتفضل. ابن المسيب التجاني مضوي من السودان. اهلا وسهلا. مرحبا بك. يا هلا وسهلا. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على هذه النعمه الكبيره، وربنا يغوي الشعب السعودي ويغوي اخواننا الجنود والضباط على خدمه الحرم الحرمين الشريفين ان شاء الله. الله يسلمك. يعطيكم العافية. خلينا نروح نشوف كمان. تفضل تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا. أهني مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بشهر رمضان المبارك، وأهني الأمة الإسلامية، وأسأل الله أن ينصر الأمة الإسلامية وينصرنا في الحد الجنوبي، وأبارك جهود المملكة العربية السعودية في الحرم في الحرمين الشريفين، الجهود الجبارة العظيمة. وشكرا شكرا شكرا من كل قلبي للملك سلمان. الله يحفظه ويديمه لنا ان شاء الله. امين. تفضل. بس كذا. اهلا وسهلا. يقول اهلا وسهلا. بس تكفي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. تفضل. السلام عليكم. هلا والله. تفضل. محمد عوض بحيبه من مارب. اهلا وسهلا. حياك الله. احب ان اقدم تهنئه لاسر الشهداء والجرحى والمعاقين، واحب ان اقول الشرعيه ان تعطي للشهداء والجرحى حقوقهم. بعض يعطوهم شهرين ثلاثة أربعة ويأكلوا الباقي. هذا ما يصلح الناس. أنت تتوقع أن هذا برنامج يناقش موضوع الشرعية؟ الشرعية أعلم، وقوات التحالف ونخوك أعلم. إحنا اليوم بعد إذنك، أنا اليوم ما عندي أحد صوت من الشرعية عشان يرد عليك، فبالتالي مو دوري أنا اليوم أني أناقش موضوع الشرعية. اللهم سدد رميهم، اللهم بارك لهم ورجال القبائل ومن معهم، ووفقهم، ويسمعنا خبر ان شاء الله قبل ان ينتهي هذا الشهر بنصر كبير مؤزر ان شاء الله. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ان شاء الله. عتيبي من جده. حياك الله. اخي بعد في بعض المشاريع اللي تحول الشرفيه متعثره لها سنه او سنتين او ثلاث سنوات. نعم. فنرجو الاهتمام في هذا الموضوع ان شاء الله باذن الله. عندي رساله كمان ودي ابلغها. بس اذا عندك رسائل زي هذه ولا تلامر فاتحين الابواب اليوم وانا اخوك احنا. رساله اخيره. تفضل. ودي اني شو اسمه توصلوها
أرغب بالسلام على اسم الأمير محمد بن سلمان. الله يا أخي باب الأمير محمد بن سلمان مفتوح بعد، هذا مو مكان له. الله يسلمك، تقدر تنسى البرقية الله يسلمك وتقابله. تفضل طال عمرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم ناصر عبد الله الدوسري. ونعم عليك زوج. حياك الله. نشكر حكومة خادم الحرمين الشريفين على خدمة الحرمين الشريفين، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله سبحانه. مبسوط؟ ان شاء الله. امورك طيبه؟ الحمد لله رب. الله يجعله. اخر واحد، السلام عليكم. السلام ورحمه. من حاب تسلم عليه ارجوك بسرعه. احب اسلم على الجنتي والوالد والوالده والامه العربيه الاسلاميه، ونشكر الله ثم نشكر رجال الامن على جهودهم الجباره. يستاهلون. والله ينصرهم ويقويهم حتى على الحد الجنوبي ان شاء الله. وتحيه لصديق العزيز طارق. تفضل. الحمد لله. تفضل. مبسوط؟ الحمد لله. اذا مشاهدينا الكرام انتهت هذه الحلقة في هذا المساء. 11 يوم مشاهدينا الكرام هي أو هذا العمر الافتراضي لشهر رمضان المبارك حتى هذا اليوم، وهو العمر الافتراضي كذلك لهذا البرنامج. سنستمر معكم بإذن الله مشاهدينا الكرام إن الله أراد وجعلنا وإياكم من الأحياء إلى نهاية هذا الشهر الكريم. نرصد فيه انطباعاتكم، نرصد فيه آرائكم، نرصد فيه كل ما تريدون، وحتى تلك الأمنيات، وحتى سلام الإخوة القادمين من خارج السعودية أو من الداخل إلى ذويهم وأهاليهم. تذكروا دائما من هم يتابعون عبر الشاشة بأن الهاشتاج دائما كل يوم بيومه، اليوم من الحرم 11، غدا إن شاء الله من الحرم 12 وهكذا. شكرا لكل زميل وقف في هذا البرنامج ويعني كان معنا حتى ظهرنا على الهواء. غدا بإذن الله موعد جديد في أمان الله.